المصير جالك بعد ما أطلقت عليه سنوات العجاف في حياتك سينمائيا؟ شوية إزاي؟ لأن هو شاهين بعد حدوتة مصرية توقعت أن هنشتغل كتير. ما بعتليش 14 سنة. 14 سنة فبعد ما بعتلي كمان قال لي يا دؤدؤ يقول لك يا دؤدؤ هتعمل الخليفة. قلت له لا. قال لي قلت له مش هعمل خليفة. هعمل ابن رشد. قال لي لا. قلت له خلاص. سلام عليكم. مش ممثل. سلام عليكم. مشيت. كلمني بعد اسبوعين. بعت لي نسخة سيناريو تانية. قال لي اقرا بقى ونقعد نتكلم. فأنا افتكرت انه موافق. قابلنا. قال لي دور الأمير. قلت له لا. قلت له مين اللي هيمثل ابن رشد؟ قال لي أنا. قلت له ما تنفعش. قال لي يا حمار انت انا ما ينفعش. قلت له طبعا انت هتعرف تقول لغه عربيه يعني مش هيعرف يقول لغه عربيه. قلت له ما ينفعش. قلت له بعدين الفيلم صعب اخراجا فانت هتستحمل ازاي مجهود الاخراج بفيلم فيه الاف المجاميع دي مع اجهاد الدور؟ قال لي امشي. قلت له خلاص امشي انا همثل الدور. بعد 3 اشهر قال لي خلاص تعالى تعالى خلاص بقى مش همثل. استمتعت لان الشغل مع يوسف حقيقي مدرس واستاذ عبقري في قياده الممثل. يجوز الساده المشاهدين هيندهشوا بزمايلي يندهشوا ان بقيه الممثلين كلهم بيطلعوا شبه شاهين. يعني صحيح. كل الولاد بيقلدوه لان هو اللي كاتب الحوار كمان والحوار اللي هو كاتبه مستحيل يتمثل الا بطريقه نطقه هو. فده بيدي الانطباع ده. لكن اللي عايز يتعلم بجد يشتغل مع شاهين ويراقبه ويبقى جنبه. فانا كنت بتعلم منه تمثيل واخراج. ولا انسى فضله في ده. من اول فيلم حدوته كنت اساله ليه عامل الشوت كده يقول لي حط عينك في الكاميرا وهو يقف مكاني. ايه ده؟ والفيلم انتاجه يعني بنضيع وقت عشان يعلمني. لكن في داخله هذا الاستاذ الجميل. شغل مع شاهين اكتر من ممتع يعني. الشغل اكيد الشغل مع يوسف شاهين حدوته وهو نفسه حدوته مصريه طبعا واحنا معانا حدوته مصريه ونشوف كده حدوته مصريه.